معانا سؤال من سائلة كريمة بتقول أنا عندي 25 سنة وعندها تكيسات على المبيض، وبتقول في دكاترة بيخوفوني إني ممكن ما خلفش، وبيتقدم لي عرسان كتير وبشوف الكويس، وقبل قراءة الفاتحة بطلب منه أني أقعد أنا وهو وبقول له أن أنا عندي تكيسات وبتتعالج وأنها هتتعالج كمان بعد الزواج، وبتقوله بلاقي انه بيرفضني بعدها وحصلت مع كذا حد. انا بقول ده من باب اني بريح ضميري ويكون الامر مبني على صراحة. السؤال، هل اللي انا بعمله ده صح ولا غلط؟ اني بقول ان عندي كذا للعريس، السؤال اللي هي طرحته لاي عريس بيتقدم لي. يعني زادك الله حرصا على الخير، ما اقدرش اقول غير كده، لكن برضو لازم نفهم الامور عشان لا نلقي بانفسنا الى التهلكه. الاصل بلا شك في الزواج ان هو بيبنى على ايه؟ بيبنى على الشفافيه وبيبنى على المصارحه، ولا يخفى فيه كل ما كان عيبا في العرف. يعني احنا عارفين في العرف ان ده عيب، ومثلا ولا مثلا كل صفة جسدية سواء في المرأة أو في الرجل تؤدي إلى أنه ينفر منها الطرف الآخر في العادة طبعا، أو يفوت بسببها كمان الاستمتاع. وكل ما كان طبعا عيبا ظاهرا ويعد من العرف إنه عيب فإنه يجب الإخبار به قبل العقد ولا يخفى حتى لا يكون هناك غش أو تدليس أو إخفاء لعيب. لكن الحقيقة إنه ذكر السادة العلماء مجموعة من الضوابط في الأمراض التي يجب إخبار الخاطب بها. أول حاجة إن يكون المرض ده مؤثر على الحياة الزوجية، مؤثر على القيام بحقوق الزوج. النقطة التانية اللي اتكلم فيها السادة الفقهاء ووضعوا فيها هذه الضوابط إنه يكون المرض مرض منفر في العادة بمنظره أو رائحته، يعني النفس تأباه يقرف منه أو تقرف هي منه. الواجب على كل من الزوجين إنه يبين للآخر ما فيه من العيوب اللي هي خاصة بالعيوب الخلقية قبل الزواج، حتى الخلقية يعني، حتى يكون الطرف الثاني ده على بصيرة من الأمر. وبرضه ده بيقطع النزاع في المستقبل، الناس ما تختلفش مع بعضها، والأمر بيبقى شديد الحساسية بعد الدخول. كما هو معروف برضو أنه لا يجوز الغش أو كتمان العيب، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام علمنا من غشنا فليس منا، والحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني طبعا لازم نعرف برضو أنه العيوب مش على مستوى واحد، العيوب ليست على مستوى واحد. مثلا في العيوب اللي بتمنع الاستمتاع وكماله في العلاقة الخاصة بين الزوجين، دي عيوب فظيعة ما تمكنش. وكذلك العيوب المنفرة اللي الإنسان طبعه يأنف منها ويقرف منها، أو العيوب المعدية اللي يمكن انتقالها إلى الزوج أو الزوجة، لا يجوز كتمانها برضو. لكن العيوب الخفية التي لا تنفر منها النفس والتي يمكن إنها تعالج، لها أبواب بس عايزة صبر عند الطب، فيمكن ألا يخبر بها الطرف الآخر. كما يعني الحقيقة في سؤالك أختي الفاضل، مع أني لازم أنبه التنبيه على أن الإخبار بها أفضل من باب الاحتياط فقط لا الوجوب. الإخبار بها هيكون من باب الاحتياط لا من باب الوجوب على حضرتك. ونسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق، ونسأل الله تعالى لك الشفاء التام الكامل، وإنك توفقين للزوج الصالح الذي لا يؤذيك ولا يخزيك، وإن ربنا يرزقك سبحانه وتعالى بالبنين والبنات الصالحين والصالحات، اللهم آمين.